إلى الشمال من العاصمة بغداد بمسيرة لا تزيد على 20 دقيقة في السيارة. وبعد أن بدأت المدينة تكتظ بساكنيها، نشأت ضاحية كبيرة على يمين الطريق الصاعد إلى كركوك عند الحافة الإدارية لحدود محافظة بغداد. هذه الضاحية التي بدأ توسعها منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي اتخذت شعبيا اسم منطقة الحسينية، بينما كان اسمها ولا يزال في الأوراق الرسمية حي الزهور. ومنذ ذلك الحين والحسينية تنتظر أن تكتمل شوارعها، لعل أهلها يتمكنون في يوم ما من زراعة الزهور فيها، باعتبارها منطقة اختطت حديثا، زادت أعداد السكان فيها وتوسعت أراضيها، وبدأ الناس يبنون منازلهم بكثرة. ومع ذلك لم تتم هذه المسألة، وبقيت أعين السكان تترقب والزهور لا أثر لها. وسط أكوام الأتربة والشوارع الترابية وشبكات الصرف الصحي المفقودة، وفي الأعوام الـ10 الأخيرة صارت الحسينية منطقة سهلة للتملك، لتملك منزل لمن صعب عليه أن يتملك منزلا في بغداد القريبة والمكتظة، وصارت حيا متاحا لمن كانت بدلات الإيجار المرتفع في بغداد سببا في بحثه عن بدائل. وارتفع عدد سكانها ليصل وفقا لآخر التقديرات إلى 700,000 نسمة. ومع هذا ما زالت شوارعها عبارة عن أكوام من الأتربة، وشبكات المياه فيها لا تغذي إلا 30% من أحيائها. اليوم سنحاول عبر كاميرا تحقيق أن نجد إجابات للتساؤلات حول مشاريع الخدمات في منطقة الحسينية، إجابات مقرونة بالصورة والوقائع والجولات الميدانية. عام 2012 تعاقدت وزارة الأشغال والبلديات مع شركات محلية على تنفيذ مشاريع ضخمة لمنطقة الحسينية. هذه المشاريع تشتمل على مد شبكة لمياه الصرف الصحي بحجم المدينة بأكملها، وكانت المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 70 مليون دولار، وبدأ التنفيذ بالفعل، لكنه لم يكتمل على الإطلاق لغاية اليوم. كل الحكومات اللي جت على العسيانية أو المحافظين، يا اللي جوا على العسيانية منكوبة، المحافظين كلها بالتدريج من لما وصلت العطوان العطواني آخر، فارتئينا إحنا شباب أو وجهاء منطقة أو شو اسمه نعمل فشي نفسنا يعني للعسيانية، لأن العسيانية انتهت يعني معنى الكلمة، الناس قام يشيل من عندها تهجر، لأن داير مدايرنا نفايات، ماكو بلدية تشتغل، ماكو يعني أبسط حقوق الإنسان ماكو. فشكلنا لجنة تنسيقية وعملنا على الأساس اسمه، ثقفنا الناس لهذا الاتجاه. احنا منطلعنا مظاهرات كانت مطالبنا جدا بسيطة، وهي إكمال المجاري والتبليغ ومشروع المستشفى وبعض مشاريع الماء.
كان الاتفاق ويا الامانه العامه لرئاسه الوزراء والسيد المحافظ انه يبدون اول شيء بالمجاري، انطونا مهله اللي هي 4 أشهر يكمل ان شاء الله بها المجاري. الحقيقه العمل مو بطيء، جدا بطيء واقل يعني مو بالمستوى المطلوب، هاي بشغله المجاري. اما التبليط لحد الان اي تبليط ما صار، معتمدين على مشروع اكمال معمل الاسفلت، ومعمل الاسفلت لحد الان نسبه انجازه يعني ما تعدت ال 80% نصب المعمل الاسفلت. من بعد العلم هم اعطونا مهله شهر واحد فقط نصب معمل الاسفلت. ومع مطلع عام 2015 خرجت التظاهرات المطالبة باستكمال مشاريع الخدمات في الحسينية، والتي سلطت ضغطاً على الجهات الحكومية التي أوقفت المشاريع نتيجة الأزمة المالية. لكن الحياة في المنطقة المنكوبة لا تحتمل الانتظار، وأصبح التنقل في شوارعها وسائر تفاصيل الحياة اليومية معضلة للأهالي الذين باتوا يتفرجون على الوعود وهي تتقاطر تباعا دون أن ينفذ أحدها. اللي حصل الضغط الجماهيري اللي صار بالحسينية أدى إلى يعني الحكومة وعدت باستثناء بعض المشاريع المتلكئة في الحسينية وهي مشروع المجاري ومشروع التبليط. اللي صار أكو وعود بس كلها متعلق يعني بال التخصيصات المالية والتقشف اللي يمر به البلد. فعلى مستوى مشروع المجاري هو مشروع يعني متوقف من 2014، صار به عمل بس مو بالمستوى المطلوب ومو بالآمال اللي كان ينشدها المتظاهرين والأهالي الحسينية. واحد يريد يجير نفسه، واحد من الأحزاب، تروحون وأنا أروح وياكم، أروح وياكم رئيس الوزراء بس تحسبون على فلانجي، رفضنا. وبعض الاحزاب نطلع احنا رفضناها بكل شيء، ما اخر شيء رفع الشعار اني وكلفت الناس بيه وش اسمه الحزب مالنا الحسينيه وشعارنا الخدمات، غيرها ماكو. وبلغنا الناس اي واحد يجي للاعتصام او للتظاهره يكون هذا شعاره، غير هذا ما يجي للتظاهره. لا مجيرين الحزب ولا تابعين الحزب ولا ايش اسمه، قمنا بالاعتصام. اول مره سوينا موافقات امنيه، التقينا بالقوات الأمنية بالعمليات بغداد بأمر لواء 44 بأمر لواء بأمر فوج المغاوير، سوينا موافقات أمنية، سووا تعهدات علي وعلى الجماعة اللي وياي، سوينا الاعتصام بأن احنا نلتزم بالشغلات الأمنية يعني التابعة لل... بس احنا شنو كانت مطالبنا؟ اللقاء برئيس الوزراء أو المفاوضة ويا رئيس الوزراء فقط حصرا، للمحافظ أو باقي المسؤولين ماكو نتيجة. كلا كلا للظالم، 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 كلا كلا للظالم. نبقى نطالب إلى أن تتحقق، ولو احنا ما رايدين شيء ترى يا استاذ، احنا رايدين تبليط ومجار ومي، حالنا حال اي بشر على البقعه، بقعه الارض هذه نعيش. احنا فاقدين المي النظيف والتبليط، سيارات المدينه كلها تفلشت. هو اكو كان مشروع وتوقف حسب علمي، وعلى اساس اكو حاله جديده من بعد الاعتصامات، مشروع جديد ب 31 مليار خصصه دكتور حيدر العبادي للحسينيه، لازم بس التخصيص المالي توقف لأن وزارة التخطيط ما عجبتها الحسينية، وزارة المالية ما مهتمة بالحسينية. بصراحة الشركة تعاقدت مع وزارة البلديات، كان هناك مشكلة في الكلفة التخمينية على ما أعتقد، مشكلة في أن الكلفة التخمينية للمشروع قليلة جدا، وما أنطى عزم واندفاع للشركة. تعرضت الشركة إلى مدير الشركة تعرض إلى حادث اختطاف وتعثر وتلكأ المشروع، حتى أصبحت المنطقة ترزح تحت وطأة هذا المشروع. تعلم جيدا والمشاهد وأهل الحسينية يعلمون جيدا، أي منطقة يدخل فيها مشروع مجاري تتحول إلى ساحة حرب.
لأنه تلعب بالكامل، وبالتالي ينقطع الطريق عن أي جهاز تنفيذي ممكن أن يقوم بهذه الخدمة. وبالتالي يعني احنا عندما باشرنا في مسؤوليتنا بالمحافظة كانت حاضر عندنا الأوليات، أنا دورتين في مجلس المحافظة، فعندي أوليات كاملة عن الحسينية ومقدار الألم والأذى اللي يشعر به المواطن. التلكؤ في التنفيذ لمشروع جرى إقراره منذ 6 أعوام وقد جرى بالفعل صرف الدفعات الأولى من أمواله، لابد وأن تكون هناك شبهات فساد تحوم حول التأخير. ويتحدث أهالي الحسينية عن تدخلات شتى في هذا المجال، ليس أقل ما فيها هو التنافس الحزبي بين القوى المحلية، وهناك أيضا محاولات للابتزاز تعرض لها المقاولون الثانويون. الحسينية تنافس بيها مو تنافس شريف، وإنما تنافس سيء. المتناقضات بالحكومة بغداد إن صارت بالواقع في قضاء الحسينية واقع عملي، إنه أول محافظة من دولة القانون، أول محافظ من دولة القانون، ووزير من تيار الصدري، وصارت تناقضات، هذا يريد ما هذا يشتغل وإحنا طحنا ضحية. تغيرت الأمور وصارت بالعكس وإحنا تغيرت. الأحزاب كل من يريد الكيكة وكل من يريد الكحكة وكل من يريد الإنجاز إليه، والضحية هو المواطن. وهاي الأمور اللي إحنا عشناها ب 2010 صارت مظاهرات، وأنا كنت أحد قادة المظاهرات بأبنائنا ومثقفينا ونسائنا وأطفالنا، وقدرنا نحصل على 3 مشاريع رئيسية للبنى التحتية. أول مشروع مشروع المجاري، وثاني مشروع مشروع الماء، وثالث مشروع مشروع الكابل الضوئي. من صار واقع على الأرض صارعت الأحزاب إلى تقاسم المشاريع، كل حزب أخذ له مشروع، وكل حزب جاب أدواته وجاب مقاولينه وبدأ يشتغل على هواه. أول ما خرجت منطقة الحسينية خرجت المطالبة بحقوقهم اللي هي أبسط الحقوق، اللي كانت تبليط ومجاري. الحسينية منطقة منكوبة، طلعنا مظاهرات على الشارع العام أيدتها الدولة، بأن أكو ناس هنا بالحسينية ناس سراق، ناس حرامية قطاعين طرق، ناس مستحوذين على دوائر الدولة كلها. أنطينا شهيد منتظر الساعدي بعد مناشدات استشهد على الشارع العام. نعم، من الأهالي المطالبة بحقوقهم. الحسينية صارت استقلال لوحدها. طيب، من صارت استقلال وحدها غير أكو عمار، يا بابر اللي يروح ندقه نقول لهم يا با تعالوا قدمونا، إحنا الحسينية بيها فرازات، بيها قمامة، مدير البلدية الرجل مصطفى الشمري جاي يقدم، القيم مقام جاي يروح له ما يمدنا يد العون، أبو المجاري المجاري مسدودة طفح جاي يصير بالأزقة والشارع. نظام المجاري بالحسينية نظام شفط، نظام الشفط بالحسينية يعتبر نظام فاشل. ليش؟ لأن المنطقة لحد الآن تبليط مكامل. يعني أنت جاي تشوف جنابك هذا التبليط اللي جاي يصير هسه، هذا التبليط فاشل. وقلنا لهم يا بترى هذا التبليط اللجنة التنسيقية، هذا التبليط فاشل لأن مجار ماكو. هذا أول شيء يعتبر هدر للمال العام، وناشدنا وقلنا لهم الهدر للمال العام أنتم جاي تصرفون ميزانية للحسينية، هاي الميزانية من تستهلك بعد احنا ما راح نقبض من يم هالشي. نجحت التظاهرات في جذب انتباه المسؤولين في المحافظة ومجلس الوزراء بشكل مباشر إلى فداحة الأوضاع المعيشية في منطقة الحسينية. تقرر أن تستثنى المنطقة من قرار الحكومة بوقف الصرف على المشاريع التي لم تصل إلى نسبة إنجاز تتجاوز 80%، ومنها الحسينية. وتقرر أيضاً
أن يباشر على الفور بتنفيذ جهد وطني للمساهمة في تبليط الشوارع بعد مشروع المجاري بشكل مباشر، لكن المشروع تلكأ مرة أخرى. صارت الاعتصامات 17/7، بقينا 6 أيام ماكو استجابة، لا حكومة لا محافظة لا شو اسمه محد. بيوم السادس يعني حكالي عميد براء، قال اتصل بي محافظ بغداد، قال باكر تجي لجنة من رئاسة الوزراء الساعة 10 الصبح. قلت له آخر موعد باكر. احنا كأعضاء لجنة تنسيقية طلعنا للاعتصام وأيدنا الاعتصام وحشدنا إليه لإنقاذ هذه المدينة المنكوبة بسوء خدماتها والسلبيات المتراكمة من مكب نفايات غير قانوني وسوء شوارعها ومجاريها وعدم وجود مجاري. مشروع المجاري كان قيد الإنشاء، مشروع المجاري كان العمل به مستمر قيد الإنجاز، لكن توقف بسبب الأزمة المالية وسوء التنفيذ. اليوم احنا رجعناه كحكومة، استجابت لنا لبعض المطالب جزئيا، ما لبت طموحنا لهذا اليوم. نناشدهم بتلبية كافة المطالب، يعني هاي المكان هسه احنا واقفين به هو يعتبر سنتر مدينة الحسينية بهذا السوق. المسؤولين قصروا بحق الحسينية تقصير فظيع. الإنجازات تحققت لحد الآن من بعد الاعتصامات هي بس عودة مشروع المجاري وتبليط هاي المنطقة حصرا، هذا الشارع ومحلة 209. الآن جاي نهيئ أرضية للمشروع التبليط، التبليط اللي عندنا. الشارع هذا المار من خدمات الدوائر الرئيسية سنتر مركز قضاء الحسينية إلى نهاية الأطراف محلات المتجهة للمسقط. لا 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 لا، نهاية كان هو مشروع محال، توقف لأسباب الأزمة المالية، وبس الآن بلشنا يعني تقريبا صار سنتين متوقف العمل، متوقف لأسباب الأزمة المالية. احنا اختصاصنا على التبليط، يعني المجاري احنا مشاكل ويا المجاري عندنا، يعني جاي نخاطبهم الخط كله مال المجاري مسدد، مسدد مما يؤدي الى طفح المياه وتاثيره على. احنا جاي نخاطبهم كتب، يعني جاي نخاطبهم تصير اجتماعات في مجلس بلدي ودائرة المهندس المقيم زين على ان اسمع عالجون شغله المجاري. واحنا مثلا عندنا بشارع الشريخي، يعني رحت شفت ثاني جاي يحفر، وقفت العمل واخرت المكان مالته، قلت له انت شلون تحفر على اساس غير تجي تبلغني تسوي كتاب، يعني احنا دوائر غير تصير مناشدات من كتاب رسمي. فثاني يوم كتب لنا تعهد بانه يرجع العمل مثل ما كان، يرجع التبليط ويرجع الصاب. صار تعهد رسمي، مخاطبة الوزارة بلغتني قالت هو رح يرجع العمل مثلها. معناه اكو عشوائية بالعمل يعني. هم بالنسبة لهم، بالنسبة لهم، بالنسبة لهم للمجاري اكو عشوائيات. ان شاء الله يعني الجهة المنفذة للمجاري عشوائية. هي يعني اشتغل بدون ما يقول لي، بدون ما انا بالصدفة طلعت منها الساعة 5 العصر، شفت حفارة ومقرنص جاي هذا وحفارة جاي تحفر، جاي سويته. سحبت المكاين وخرتين ثاني يوم سوى تعهده بالشركة وخاطبت الوزارة قالت خلي ينفذ بس زين يرجع العمل مثل ما كان بشرافك. دولة رئيس الوزراء يجي أو يكلف أشخاص مهنيين، أشخاص كوادر، مهندسين، أشخاص مهتمين بعمل المدن سابقا، مشاركين بالإعمار في المناطق المنكوبة، هاي أول مطالبنا. وإلا إذا تبقى بيد المقاولين الله وكيلك، هذن شلون ما شانن هذا، شوف التبليط هو ما بيشي السبب فوقات رابطين مجاري ماكو. الناشد للمرة الأخيرة نقول لهم مجاري صفر، وأبو البلدية وأبو المجلس البلدي وأبو دائرة المي كل من يشتغل ضد واحد.
الان اكو تنسيق ويا الاهالي الاسواق وكانوا متعاونين ويانا اخلاء الشارع وزحف لتوسعه الشارع وتهيئته للتبليط. العرض مالته تقريبا التبليط يصير 11 الجزره 6 امتار وقدرنا ننسق ويا الاهالي والناس بانه يكون فشي حد موجوده ومتعاونه الداخليه والدفاع والاهالي. بمشاكل فنيه جمه وسوء تنفيذ واقعي، كل الاهالي تشهد على هذا الشيء. لكن متابعات الدوله له من رقابات من جهات رقابيه تفتيش او نزاهه وغيرها معدومه ما لها اي تاثير. يعني بالنسبه اكيد اكيد احنا جا نلاحظ هسه جا نلاحظ اكو تفريش شوارع مصبوبه لانه ناسين الوصلات ناسين الوصلات بعض الوصلات والانابيب. يعني سوء تنفيذ واضح، ضعف الدوله او ضعف الرقابه الحكوميه في مدينه الحسينيه موجوده. ناشدهم احنا كمسؤولين وعبر قناتكم الموقره ان يهتمون بالحسينيه، هاي المدينه اللي انطت الشهداء اكثر من 300 شهيد من الحشد الشعبي وما قدموا لها غير الوعود الغير واقعيه او ما نفذوا اي وعد منها. بداية العودة للآليات إلى ساحة العمل كانت مع قرار مجلس الوزراء باستثناء الحسينية من قرار إيقاف الصرف، لكن المشاكل ما زالت ترافق التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالجهد الوطني المفترض مشاركة دوائر الدولة الأخرى وآلياتها فيه. استحصلنا قرار من مجلس الوزراء باستثناء 5 مشاريع في البنى التحتية من قرار 347. قرار 347 أوقف كافة المشاريع نسبة إنجازها دون 80% فما دون وأطلق الباقي. احنا بصراحة بالتنسيق مع وزارة البلديات وحرصنا على المنطقة استثنينا 5 مشاريع من عدها مشروع مجاري الحسينية وكذلك مشروع الحل الدائم اللي في منطقة النهروان للماء. والآن حقيقة بعد ما تواصل كبير مع دولة الوزراء وهو مهتم جدا بهذه المنطقة تمكننا من إعادة العمل لهذا المشروع، والآن عمل جدا ممتاز وماشي وفق الجدول الزمني المحدد له. مجلس الوزراء قرر قانون أو قرار 347 تجميد المشاريع بسبب الأزمة المالية. احنا بعد الاعتصامات أحد إنجازاتنا هي المفروض واللي قرها الدكتور حيدر عبادي وقع لنا اياها استثناء الحسينية من هذا القرار لأنها منكوبة، وإحنا قلنا لهم اعتبرونا حال مناطق المحررة من داعش. إحنا مدينة منكوبة وهي أبناء الحسينية وأمثال الحسينية هي من حررت العراق مو أبناء المناطق الراقية. دكتور حيدر عبادي استثنانا، لكن شو استثنى؟ مشروع المجاري ومشروع التبليط المحال لأحد الشركات لتبليط هذا الشارع هسه إحنا واقفين به، بالإضافة إلى تخصيص مشاريع أخرى مثل مشروع شبكة الماء، المشروع الماء العفو، بالإضافة إلى على أساس يكملون مشروع المستشفى، لكن لحد الآن ما حرك ساكن. الآن جاي نجهز إحنا شنو؟ جهزنا الأمور الميكانيكية، بقت المواد نجهزها إن شاء الله، وعدنا الباقي الأمور اللي جاي نهيئها، مثلا مشروع المي، الآن مشروع المركزي، عدنا المشروع التوسعة كمل، عدنا بعض الإنجازات التربوية. والتنسيق مع الجميع تم إطلاق التخصيصات المتوقفة من قضاء الحسينية. مشروع المجاري كان متوقف أيضا تقريبا 2 متوقف، مشروع التبليط أيضا كان متوقف، ولكن بجهود الجميع، جهود مجلس محافظة ومجلس وزراء والأهالي إن شاء الله إحنا نبلش. إذا شاهد أنت حضرتك الآن يتم عملية الحفر الجانبين هو السايدين الموجود، اكتمال المحل أيضا التبليط الكامل، وإحنا المعمل اسفلت كامل إن شاء الله. لكن السبب الرئيس الذي يشكو منه المواطنون الآن في الحسينية هو فوضى التنفيذ وتعارض البدائل دون أن يكون هناك أي سقف لانتهاء هذه الوعود وتنفيذها، لأنها تواجه مرة أخرى
معضلات توفر السيولة التي يجب أن تكون معدة وجاهزة مسبقا من أجل عدم التوقف مرة ثانية. قذوا الأسلاك، بقل الحارات، حرقت الغراض مال العالم، هل محترقة ثلاجاته؟ هاي بعد ما رفعوا الكهرباء. إذا ما رفعوا الكهرباء يا بطفوها فتحار، قالوا لا احنا ما نطفيها مستمرة. طبيت غراضي شايلها كلها وين؟ بالدارة مال الكهرباء. كلفونا نشتري اسلاك، يا بمنين اللي اسلاك؟ قالوا والله، قلت لهم ما عندكم اسلاك تطونا؟ قالوا لا والله، الوزير مال الكهرباء بالبلديات اعطانا كتاب انه شنو تشترون اسلاك. الاسلاك يا اللي يوصلها غاليه الاسلاك، عالم واعد عالم الشهداء. والله لما وكل بيت 10 10000 ايوه مال الاسلاك كسر، احنا جبناها من السنك وجينا موجوده بعد ما مربوطه. الجانب الآخر لتعطل مشاريع الخدمات الأساسية هو تدهور المعيشة اليومية لسكنة الحسينية، بيئة أبعد ما تكون عن الشروط الصحية لسكان مئات الآلاف من أهاليها، واندثار في الشوارع التي جعلت كل نواحي الحياة تزداد عسرا، كل هذا بانتظار الشارع أن يتبلط والصرف الصحي أن يتم. عندنا أطفال يعني صار فيهم حساسية حال يعني من القذارة والوساخة، يعني باعوا علينا الله يخليكم إن شاء الله، متبهذلين مشاكلنا المجاري، يعني المجاري يعني كلش يعني تعرف بعد المجاري والوسايخ، ما حد ما يجينا الزبال أبد نهائيا ما يجينا زبال. أي والله بعد هاي نطلب من عندكم إن شاء الله، بعد باعوا على حالنا وعلى جهاننا. أي والله احنا يوميا نجمع بين 3 ايام 4 ايام، انا ادق البيب انا واروح للبلديه، ما يطلع وياي ابو الشافطه، ما يطلع وياي الا بمبلغ على بيت 2000 دينار اجمع لهم، يقولوا لي احنا اجور يومي، راتب من الدوله ما عندنا، اجور يومي انطونا لمودي الله نحفظ، يضربها صاروخيه يومين ثلاثه شي احتياجي لانطين، وهذا ودامة ما عليه. ها والله عطل الغطاس بذاك الفرع، نروح للغطاس يما مولدة بيها بطل بنزين شغله، تخلص البطل بنزين اطق علينا مرة ثانية. ضربت الانتخابات وفلوس مستلمين مالتها الشركات، انا اشتغلت وياها استلمت فلوسها وراحت، اللي اشترى له بيت بالكرادة مليارين يعرف روحه، وطق طقته وخلى العمال مطلوبين كل واحد ثلاث ملايين أربع ملايين، أكو عمال تطلب هنا بالحسينية. الحسينية 600,000 نسمة بيها مختلف الشرائح، إمكانية دولة مدينة عصرية، إمكانية ناس، عندنا كفاءات، عندنا طاقات، عندنا كل ما موجود، يعني أكو محافظات ما موجودة الإمكانيات اللي موجودة بالحسينية، لكن أرادة الله سبحانه أن يسلط ناس علينا، والله 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 يعني أقسم بالله ثلاثة ما يستحقون أن يكونون معاون مال مدرسة، لأنه اليوم المسؤول إذا ما يحط الله قدامه ويحط ناسه ويحط قاعدته ويجي يحط النقاط على الحروف. عموما صارت المظاهرات اللي انتهت معركة الموصل وطلعنا اعتصامات وشكلنا لجنة تنسيقية برئاسة بعض الأخوة منهم أبو علاء سعدي وبعض شبابنا، وخوناهم التفاوض عنا، وافقونا أطلاق بعض الأموال، الآن أكو بصيص أمل إن شاء الله. هذا ما اشتكى منه المواطنون، فما زال المقاولون الثانويون يتعرضون للابتزاز كلما نزلت آرية عملهم في الشارع، وما زالوا ينتظرون حماية كفوءة لهم ولفرقهم التي تعمل في الشارع. أي ابتزاز سواء للمقاول الثانوي أو للشركة من خلال التنسيقية من خلال أي مواطن،
ولكن يأتي بدليل بحيث أنه عندي إمكانية وقدرة وحاسب. وحتى لو كان مسموعاتها ممكن إحنا من خلال مجساتها ممكن نتابعها، لن نسمح بأي ابتزاز لأي شركة تعمل. كفى المواطن عذاب وألم، وبالتالي حقيقة ما أسمح إطلاقا بابتزاز. هذه الشركة تلكأت كثيرا ولعلها انفقت أموال بسبب الحوادث الخطف اللي مرت فيها، وبالتالي خط أحمر أنه يتعرض المقاول للابتزاز. مجاري الحسينية 260 كيلو و 7000 من هولة، 12 محطة، محطة عزل ب 50 مليار، ضغوطات علي والطو إلى مقاول وشركة، شركة ملاعتها تنفيذ مماثل للمشروع وطوها ب 87 مليار. زين، وهاي الشركة تلكأت بتنفيذ المشروع، تدخل بعض الأحزاب وبعض المافيات وبعض العصابات بعمل الشركات. بعد ما بدأنا بالعمل احنا كان عندنا تنسيق مع ممثلي اللجنة التنسيقية في هذه المنطقة، واجتماعاتنا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يحضروها الإخوان، وحضر ممثل الشركة، وأخذنا يعني تعهد من الشركة بأن تمضي ضمن الجدول الزمني، وبمقابل هذا توفير الأمن لهذه الشركة بالتعاون. نعم، يعني الاجتماعات كانت الأخوة في التنسيقية حاضرين، وكل المواضيع طرحت أمامهم، ما بقى عندنا مجال لأن نمضي إلا باتجاه دعم هذه الشركة وتمكينها من عملها بالشكل الصحيح. الأخوة في التنسيقية في الواقع تعهدوا بأن يوفروا لها الأمن وبيئة مناسبة حتى تمضي وفق الجدول الزمني الموضوع، والحمد لله والشكر يعني من باشر لحد الآن الوضع جدا ممتاز وجيد وماضي بالشكل الصحيح بشهادة ممثلي المنطقة في اللجنة التنسيقية. أبو علاء الساعدي اللي قدم ابنه شهيد بالمظاهرات، وطلعنا وهاي مظاهرات كلش ماكو فائدة. أنا طبعاً أشكر قناة الحرة اللي تجي تساهم ويانا وشوف زين وشوف مأساتنا. هسه يجون يصورون باقي القنوات، تجي وين تصور بس مطعم الأمير، ما طب الباقي جوا، السكلات كل شيء ماكو، مسقط، خدمات كل الطين اللي جاي، فتحة ثالثة مال وادي السلام هم مو مثلنا. كان الثمن كبيراً جراء الاحتجاج لهذا الرجل، فقد سقط نجله الأول ضحية التظاهرات برصاص القوات التي تصدت لها عام 2015، بينما سقط ابنه الثاني جراء حادث على علاقة بالتظاهرات نفسها، والآن هو في حالة انتظار لنتائج التحقيق وأن يقول القانون قوله الفصل في عادة الحق لهذا الشيخ المكلوم. بالنسبة للمنتظر استشهد مو بهاي الاعتصامات، استشهد 17/4/2015 بالمظاهرات الأولية، هم نفس الشغلة، صارت قطع طريق وش اسمه، القوات الأمنية طلقوا النار عليهم، انضرب هو هنا بالش اسمه، وشغلة كبيرة، شغلة منتظر شغلة كبيرة، بس لافوها يعني دخل بها رئيس الوزراء ودخلت عمليات بغداد وش اسمه، بس فروها يعني شلون شو اسمه، كتلوا مو هنا، هو كتل بالمستشفى يعني لعقوا المستشفى كتلوا، وهي تدري بها الدولة ويدرون بها الحكومة. خلي يسمعني العبادي شغلة بعد لحد الآن. وصلت الاعتصامات هاي مالتنا، كان فراس مسؤول تنظيم التظاهرات، الاعتصام هذا الأخير ورا الاعتصام، انحل الاعتصام ورا الاعتصام بيومين انقتل فراس. يقول أهالي الحسينية والنشطاء فيها أن التفافاً يجري على سرعة التنفيذ والاستجابة لإعادة العمل في مشاريع المجاري. محور هذه المشكلة الجديدة هي الادعاء بنسب إنجاز لا توازي المنفذ على أرض الواقع، وهو أمر يتخوفون منه أن يؤدي إلى تلكؤ المشروع مرة أخرى
وعزوف المقاولين واستمرار الوضع على ما فيه الآن من سوء. اسمع هسه هو ممطي نسبة انتاج 93، هاي الاجتماع الأخير قبل 5 أيام 93 هو الشغل هسه مالته بس بالمحطات، وش اسمه يراد له 93، يعني حسبوهن جماعة المهندسين يقول يعني 5 مليارات 6 مليارات لازم يسدها. هو هسه على الشغل مالته يراد له بال 25-30 مليار. فاحنا بنخاف، نخاف مثلا يوصل مثلا المرحلة يخلص على هاي المسافة مال شو اسمه يعوفنا ويروح، غير المفروض اكو محاسبة له، المفروض اكو لجنة. سووا لجنة هسه، اللجنة اجتنا لجنة مو مهنية، مشروع عملاق، مشروع بالتخطيط هو 100 سنة عمره، ولكن تدخل الفساد وتدخلت المافيات وجابوا البوريات 52,000 بوري يمكن انتم صورتوها، وجابها المقاول وذبها بدون خزن، بدون تسليم، بدون استلام، بدون 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 ابسط حاجات الخزن ما موجوده، ذبهن هنا ونفذ 20% من المشروع، عطوه 82% تنفيذ وطوه فلوسه وسواله مصالحه، والنوب طوه التكسن مال مطار بغداد حتى يواصل فساده ويواصل فائدته وياهم. اليوم اكو شركه متعاقد معاها لتنفيذ مشروع، ما ممكن انا افسخ عقد وأحيلة إذا مجرد فسخت العقد بعد تحرم المنطقة، لأنه قرار مجلس الرابي عدم إدخال مشاريع جديدة، وزارة التخطيط هكذا، إذا تم فسخ العقد ما ممكن بعد أتعاقد على اعتبار يعتبر هذا مشروع جديد، ووزارة التخطيط منعت أنه المحافظات والوزارات المباشر بمشاريع. فإحنا رجعنا عشنا الحالة، يعني أمر واقع، هذه الشركة هي أمر واقع فرضت علينا، بالتالي من فوت الفرصة على المواطن وعلى خدمة المواطن. تينا مع الشركة واجتمعنا ولعدة مرات وقدمنا لها كافة التسهيلات في سبيل أنه تمضي بالعمل بشكل صحيح. هم 90% يعتبرون حتى المحطات المعالجة يعتبروها من ضمن النسبة، المحطات تقريبا يعني شبه كاملة، فهذه تأخذ نسبة كبيرة من نسبة الإنتاج. أكو بعض المحلات لحد الآن ما واصلها، هي تدري يعني أول ما صار بعد المظاهرات صارت تقريبا نزلت 5 فرق من المشروع المجاري، وبعدين صار ضغط وهم على مود شغلات التخصيصات فزادت 15، وما يعني هذه الفرق ما جاي تلحق على كل المنطقة بصورة واحدة يعني بوقت واحد تشتغلها. 209 هي اكو شوارع مالها عد بها كاملة، اكو شوارع ما كاملة، نتيجة سحب العمل انتركت ترك العمل، فما ادت الى اندثار بعض الاعمال بها. وكل واحد عليه جزء من الدور، فيعني مو بالضرورة أنه مثلاً إذا اشتغل فلان أو تابع أنه راح البقية المواطنين راح يعلم أنه أكو شغل هنا أو متابعة. أكو متابعة بس هو بكل الأحوال أكو تقصير، تقصير يعني من الحكومة الاتحادية ومن الحكومة المحلية بكل شؤون المنطقة مو بس بالمتابعة، وهذا يرجع هم يعني أحد أسبابه أنه الدوائر الخدمية وإمكانياتها المادية والبشرية ما توفي هاي المنطقة الكبيرة وأعدادها الضخمة. واحدة من المشاكل المزمنة لمدينة الحسينية هي وقوعها بمحاذاة مكان واسع لتراكم نفايات العاصمة، وكأن الحسينية قد اكتملت خدماتها وتنتظر مشكلة إضافية إليها. إلى الجنوب وإلى الشرق من منطقة الحسينية تنامت مساحة واسعة جرى اتخاذها كمكب للنفايات، لا شيء من المعالجة أو الطمر الصحي ممكن أن نراه هنا، وفوق هذا هناك الحرائق المستمرة التي تبث كل ما هو ضار باتجاه الأحياء السكنية المجاورة، تلول من النفايات التي تأتي من الحسينية نفسها
ومن المناطق المجاورة لها. يبدو أن الأمر لا نهاية له ولا علاج له سوى بانتهاء مشاريع التبليط وتعبيد الطرق كي يصبح نقل النفايات إلى المطامر الصحية أمرا ميسورا. لكن والحال هذا مع هكذا شوارع ترابية محفورة لا يمكن عمليا نقل النفايات بأبعد من محيط المدينة. احنا نعيش بنص الزبالة، احنا نعيش بنص الجريذية، احنا نسانا هذا المستشفى، هذا المستشفى صارت عليه مؤامرات، هذا المستشفى كان 600 سرير، حولوه 400 حولوه 200، وبدت المافيات الفساد، ورحت قابلت وزيرة الصحة، وأطلقنا له بعض الأموال، والناس كانت الأقوى منا رادوا هذا المستشفى ينبني وعرقلوا كل 2014 وهذا مدته 30 شهر، وجايبين شركة تسلم من شركة وشركة تسلم، وجاء واحد كردي وواحد منا وما أدري شين فاشتغلوا وكذوا شبكة مع المهندسين يريدون يعطون نسبة إنجاز ويسلمون باقي الفلوس الخاصة بالمستشفى. حين بدأت أعمدة هذا الهيكل الضخم ترتفع في فضاءات ساحة الحسينية تأمل السكان خيرا أنهم سيكون لهم أخيرا مستشفى يؤمن الخدمات الصحية لعدد سكانها المتزايد. لكن المشروع تلكأ وغادرت الشركة المنفذة بعد أن انقطع التمويل عن المشروع، وبقي شاهدا على أمل لم ينجز وحلم لم يكتمل بانتظار حل لا أحد يملكه. عقدنا عدة اجتماعات مع الأخوة في وزارة الصحة، كنا يعني نحتكم إلى قرار 347 اللي حدد ملامح العمل للمشاريع المستمرة، 80% فما فوق تستمر والدولة ملزمة بالتمويل، دون هذا خيرت الشركة إما يعني أقل من هذا بكثير بصراحة، يعني متدنية جدا، ولكن مع ذلك حرصنا على أنه هذا المشروع يكمل يستكمل بشكل صحيح، لأنه منطقة بعيدة جدا، كثافة سكانية عالية، حوادث طارئة تحصل في المنطقة لعله يتعذر الوصول بوقت مبكر إلى مركز المدينة والعلاج في مستشفيات المحافظة، فلا بد من إيجاد بدائل، والبدائل الحقيقة هي فيما يخص استكمال هذا المشروع. أنا اتقلت سيدة وزيرة الصحة تقول باقي له مبلغ 62 مليار وهذا المبلغ غير متوفر في وزارة الصحة، يعني من مختصر أي شو ماكو شغل مستشفى ترفي. شنو الحلول تطرحوها بديلة؟ الحلول البديلة مستشفى شهيد ضاري اللي هو مستشفى حمال شهاب سابقا بطابق ثاني، الطابق الثاني 150 سرير، الطابق الثاني كلفته الإجمالية 30 مليار، 30 مليار المقاول مستلم 29 و100، باقي يستلم 900 مليون يطلب ويسلم الطابق الثاني 160 سرير تكفي لأهل الحسينية، والمستشفى قريب عن قضاء الحسينية 500 متر. الخيار الأول اللي طرح أما يأتي بممول ويكمل هذا المشروع، أو إذا هناك رغبة للشركة بأن تأخذ هذا المشروع كفرصة استثمارية والحكومة بصراحة داعمة لهذا الموضوع، وممكن أن يعني تشكل الشركة استثمارية من رأس المال المستثمر أو صاحب الشركة والأموال اللي دفعتها وزارة الصحة، وتكون إدارة مشتركة لهذا المشروع. المجاري يسوونها، بس التربية شلون نسويها؟ تربية عندنا مدارس لو اليوم دوام، وأدزك للمدارس عندنا مدرسة بها 3 دوامات، واحد من الدوامات 1500 طالب، وبألف وربع وبألف ومية طالب، الصف عندنا 95 طالب، كادر عندنا مال تعليم ما عندنا موجود، المدرسة كل معلم يأخذ 12-13 حصة بالأسبوع، كل التعيينات تجي حصة الحسينية تنباع. هنا متعبة جدا من حيث تهرع البنايات، والبنايات التي وعدتنا الوزارة بتسليمها وافتتاحها داخل الحسينية لم تنفذ الوعود، وبالتالي أصبح الضغط على الطلبة داخل المدارس ضغط كبير جدا من حيث عدد الطلاب في كل صف وفي كل مرحلة وفي كل مدرسة، ونوعية الدوام، الدوام ثلاثي في الحسينية، لا توجد مدرسة فيها دوام ثنائي أو أحادي إنما ثلاثي، وكل مدرسة أكثر من 1000 طالب، وهذا بحد ذاته هي معاناة للطلبة والأساتذة والهيئة التدريسية في كل الجانب. ما خصص للقطاع التربية في الحسينية مبالغ كبيرة جدا، لكن العمل متلكئ وكل
أسباب مختلفة، أهم الأسباب هو تلك عمل المقاولين، تلك عمل الوزارة، عدم الوصول إلى اتفاقات مشتركة مع الجهة المحلية داخل الحسينية، كثير من الأمور إضافة إلى استشراء الفساد في داخل عمل هذه الهيئات ومن فيها من منفذين. فحصت كاميرا تحقيق مكان معمل الأسفلت الذي نقل إلى منطقة الحسينية، والذي من المؤمل أن يؤمن الأسفلت الجاهز والقريب لصالح مشروع تعبيد الشوارع، لكن هذا التعبيد لم يتم إلا إذا توفرت الأموال لتشغيل المعمل، ولن يتم ما لم تنتهي الشركة المنفذة من مشروع المجاري، وهذه الشركة لن تنتهي من عملها ما لم تستلم دفعات المبالغ المتلكية أصلا في الصرف. وأهل الحسينية يتساءلون، هل من مخرج لهذه الدوامة من الأسباب المترابطة؟ التبليط هم يعني اللي صار مجرد مناقلة من مشروع قديم اللي هو تبليط من شارع الجسر باتجاه الشريخي، صارت مناقلة جزء من المشروع أمواله، تبليط المدخل الثالث مدخل الشهيد رائد. ضمن المساهمات ضمن الموارد اللي عندنا معامل أسفلت، عندي معملين أسفلت في النهروان، فككنا واحد بمئة طن في الساعة، والآن وصل إلى مراحل متقدمة في التنصيب، لعلنا الآن في منطقة الحسينية خاص لمنطقة الحسينية. وطلبنا اليوم المعمل موجود والآليات موجودة، ولكن هل تعمل بدون أموال؟ قطعا لازم، يعني قسم من المواد ممكن أنا أجيبها، ولكن المواد اللي بحاجة إلى شراء في منطقة الحسينية بحاجة إلى صب كونكريت، يعني أحتاج مادة الإسمنت، عندي شيش تسليح، أنا ما عندي شيش لازم أشتريه. فقدمنا مجموعة من المتطلبات بأنه يابا الأربع شوارع الرئيسية أو الخمس شوارع الرئيسية اللي كبناها التحتية كاملة تكلفنا بحدود 19 مليار بدل ما 75 16 مليار، وما تبقى ممكن أن في جهدنا بإمكانياتنا الذاتية ممكن نباشر به. معمل الأسفلت الآن يعني وصل مرحلة الأخيرة، بس هم راح يبقى يعني متعلق بالتخصيصات المالية المفروض ترصدها الدولة إليه، فإحنا هم راح يعني راح يصير بها تأخير أكيد. حالها حال المشروع المجاري اللي هسه واصل صحيح مرحلة متقدمة بس مو بالمستوى المطلوب. وبالنسبة للمشروع المجاري أكو مشكلة يعني خلل، إنه التسوية ما بعد العمل تسوية الشوارع هذه بنسبة صفر. ينظر أهالي الحسينية إلى حالتها الأمنية المستقرة بعين الارتياح، ولأن الأمن كان على رأس همومهم لسنوات طويلة، فنجد أن كلمات الرضا تسري على ألسنتهم، لكن الوضع الخدمي لم يعد مقبولا أبدا مع هذا المستوى من التلكؤ حسب المواطنين. وهاي فترة إن شاء الله بتنتهي، احنا خلصنا من أهم شغلات الكارثة مال الدواعش، انتهينا، هاي أيام إن شاء الله تنحل، أيام شغلة السيطرات، والحمد لله هسه الوضع الحمد لله جيد. أما شغلة السيطرات مر بها نوبات تكون أزمة، يعني أكو تعاون؟ لا الحمد لله، قلت لك المنتسبين الحمد لله وشكر متعاونين، وهم لو تيجي تحسبهم من المحافظات بس هم ولد الحسينية، هم ولد الحسينية دي يتعاونون، وماكو أي إشكال وماكو أي مشكلة، والحمد لله النعمة فضيلة من الله. احنا الان هم يشاركونا ولدنا، مو ما مع حد بدهم جيش، يجيك ما يجيك جيش، هو كان بالسيطره وبالشارع والضباط 24 ساعه يفترون بالحسينيه، والوضع الحمد لله. يعني التقيت ويا سيد المحافظ اكثر من 10 مرات، سيد المحافظ يقول انه سيوله نقديه ماكو، انه اي تصرف مالي او اي مبلغ يجي اصرفه للحسينيه. احنا نروح رئاسه الوزراء، رئاسه الوزراء يقولون اكو عمل مو بفلوس، يعني احنا نعطي مواد، نعطي حصون الترمل، نعطي سبويس، نطلب خليه يشتغل. سيد المحافظ يقول لا، إلا فلوس يلا أشتغل، وباقي أكو إشكالات بين المحافظة وبين رأس الوزارة. حال الظروف المعيشية في الحسينية ما زال تحت وطأة غياب الخدمات، الحياة لن تكون سهلة بغياب شارع معقول وخدمات للصرف الصحي وماء صالح للشرب.
لأن غضب الأهالي من الممكن أن يتفجر مرة أخرى، خاصة حين نتحدث عن مكان يسكنه مئات الآلاف وليس بين أيديهم من أمل سوى الانتظار. قصة الحسينية مع الخدمات لا تسر أحداً من ساكنيها الذين يعدون بمئات الآلاف، ومع ذلك ما زالوا ينتظرون أن تتحول مناطقهم السكنية إلى أحياء قابلة للحياة، وهذا لن يحدث إلا إذا أوفت الجهات المسؤولة بوعودها.